طبعا احمد موسى عنده مقطوعه تلفزيونيه مهم جدا حضراتكم تشوفوها. الراجل بيتكلم على انه اسرائيل خايفه من مصر وتركيا بسبب صفقات سلاح ضخمه. تعالوا نشوف هذا الفيديو للاستاذ احمد موسى بشكل سريع جدا. تحذير اسرائيلي، خلي بالكم ده مهم قوي 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 قوي. تحذير اسرائيلي من صفقة عسكرية مصرية تركية ضخمة. الإسرائيليين بيتابعوا تحركاتنا ولا وإحنا عارفين طبعا كده. في أي حاجة هم بيلاقوا جدا مننا، بيلاقوا جدا من مصر بتحديثها الجيش كل شيء. فهم كمان قلقانين من التنسيق مع تركيا فيما يتعلق ببعض الصفقات العسكرية، وخاصة طائرات الدرون برقدار برقدار التركية. طب خايفين من ايه كمان؟ من ده، خايفين من هنا كمان. انا بس بوريك هم شايفيننا ازاي لما بعرض لحضراتكم الاخبار ديت على وسائل الاعلام الدولية عشان حضرتك تبقى شايف العدو. تحذير اسرائيلي، خلي بالكم. طيب والله يعني انا شايف الكلام نغم احمد بتاع احمد موسى مختلفه يعني في الكلام وبتاع. هي طبعا النغمه مختلفه على بعدين اساسيين. البعد الاولاني هو رغبه حقيقيه عند اللي كاتب لاحمد موسى وطالب منه انه يقول الكلام ده في تحسين العلاقات المصريه التركيه. حلو. وتلميعها مش بمعنى التحسين فقط وانما ايضا التلميع. ايوه. الحاجه الثانيه هو ان احمد موسى عايز يقول، هو معتقد الامريكان سامعينه يعني. أيوة. فعايز يقول الامريكان يا جماعه احنا ممكن نجيب سلاح من حته تانية. احنا بنجيب سلاح من حته تانية. احنا جبنا بالفعل طول عمرنا بنجيب سلاح من حته تانية. بس اسمها بايراكدار مش بيركدار اللي قالها دي، مش مشكله. ايوه انا عشان بس عشان الامريكان يسمعوا ويجوا يترجموا ويعرفوا يترجموا صح. في كل الاحوال القصه بسيطه وسهله. مصر علاقتها بالولايات المتحده الامريكيه علاقه استراتيجية، البلدين بيقولوا كده. والولايات المتحدة الأمريكية قال بحكومتها الحالية أو حكومتها القادمة هتحافظ على هذه العلاقة الاستراتيجية ما بين البلدين. لكن هذه العلاقة الاستراتيجية مش هتعدي استراتيجيات أمرين أساسيين. إن النظام نفسه يظل بهذه الطريقة بيحافظ على انعدام الاستقرار في البلد، ودي يعني فكرة بسيطة جدا. كل ما يحدث حولك رسمي هو ضرب بمعول قوي جدا في أسس وقواعد الاستقرار في مصر بالطريقة اللي فهمها المجتمع المصري والمصريين. الحاجة التانية اللي مش هقبل بيها الولايات المتحدة الأمريكية هي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خصوصا في ظل مثلا حراك شعبي أو شيء من هذا القبيل. في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية هتسمح بالمعونة الأمريكية لمصر هذه السنة احتمال كبير بدون انقطاعات، نظرا للظروف الإقليمية اللي بتحصل حوالينا، ونظرا انه مطلوب ان مصر ما تبقاش جزء من الحلف اللي اسمه حلف المقاومة، ونظرا انه زي ما احنا عرضنا لحضراتكم قبل كده انه انت في عندك طيران امريكي عسكري بيعدي في اوقات طبيعيه جدا زيه زي الطيران المدني، يحمل شحنات عسكريه وسهل حتى رصد هذا المساله، يعني تكنولوجيا ما بقتش قضيه فيها غلبه كبير. المخيف هو ما يقوله الاستاذ احمد موسى، وهو القناعه الكبيره اللي عند الاستاذ احمد موسى ومن قال الاستاذ احمد موسى يقول الكلام ده، انه البلاد بتحب الجيش المصري يشتري السلاح بتاعها لانه الجيش عنده كفاءه عاليه جدا. حكايه غريبه خالص. لا، هم بيحبوا الجيش المصري يشتري سلاح كتير علشان هم بيكسبوا كتير. الجيش المصري يستخدم السلاح ازاي، يتعامل بيه ازاي، دي قصه تانية. وعايز انبه الاستاذ احمد موسى والمواطنين والذين يكتبوا الاستاذ احمد موسى هذه الرسائل السياسية، إما هدفها السياسة في الخارج أو المؤسسات الخارجية والدولية أو الدول الأخرى أو هدفها المواطن الغلبان، عايز أنبههم إلى أنه التدريب حاجة، التدريب على المعدات العسكرية حاجة، والحرب حاجة تانية
خالص. طيب يبقى احنا يا جماعه دلوقتي عايزين نسمع الفيديو. نسمع الفيديو؟ أوه. نسمع الفيديو. الكل يعمل مليون حساب. بقولها على الهوا، مليون حساب. ايوه. ولما بتقول حاجه بتعملها. لما بتقول بتعمل. محدش كتير زينا. ولما بنحذر محدش يقرب ابدا في اي اتجاه. طيب بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه دلوقتي احنا لازم نحط النقط على الحروف في موضوع شراء الاسلحه. شراء الاسلحه مش عشان مصر لا سمح الله عندها نقص في الاسلحه، او ان مصر مثلا محتاجه هذا السلاح عشان عندها لا سمح الله برضو حرب، ولا مصر محتاجه السلاح عشان لا سمح الله طلعت من مخازن الاسلحه بتاعتها حبة أسلحة وقامت مثلا قالت لك إيه ده والله يا جماعة كده، يعني لو واحد جاري وعنده مشكلة والمشكلة دي تخص أي حاجة أنا عندي فيها زيادة أو عندي موجودة في بيتي بقوم جاي رايح أقسمها ما بيني وما بينه. فإحنا عندنا جارتنا فلسطين بتدافع عن الأمة كلها وعن عرض الأمة كلها ومحتاجة إن هي حد يقف جنبها، فمصر مثلا لا سمح الله تكون إيه بعتت مثلا أسلحة لفلسطين ولا ايه. يا احمد اللي انت بتقول ده، هو ينفع مصر تبعت سلاح لفلسطين؟ هقول لك هو ينفع الولايات المتحده الامريكيه تمر بكل الدعم وبالسلاح وبالمال من عندنا عشان تروح تودي للصهاينه؟ عادي يعني. هو ينفع المانيا تمد اسرائيل بالسلاح علنا جهارا نهارا وبالفلوس وبكل حاجه عشان يقتلوا اولادنا في فلسطين؟ هو ينفع ده كله يحصل واحنا كمصر وكمغرب وقطر وامارات وسعوديه وكل البلاد العربيه المجاوره ما نعملش دوت مع اهلنا في غزه واهلنا في فلسطين؟ اذا كان العالم الغربي بيستنفر من اجل دعم اسرائيل المحتله المجرمه اللي بتقتل، فما بالك وانت صاحب قضيه عادله وهتدعم صاحب القضيه؟ الا بقى، الا بقى لو بيحصل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان امريكا تقول لك ايه هو في ايه مالك فين فلوسك تعال خد كام حته سلاح اشتري يلا. طب ليه اشتريهم وخليهم عندك واوعى تفكر انك تستخدمهم بمزاجك او برغباتك او بواجب لازم تقوم بيه؟ اوعى، مفيش الكلام ده. انت هتشتري السلاح ده عشان تسيل لنا فلوس وتملى عندك المخازن. وخلي بالك برضو احنا عارفين انت عندك ايه وعارفين سلاحك ايه، فبالتالي مش هنزودك بأي حتة سلاح تخليك تتفوق على اللي احنا بقى بندعمهم وشغالين عشانهم اللي هم مين؟ الصهاينة، إسرائيل. احنا بندعم إسرائيل وانت كجيش مصري مش هنديك السلاح والدعم اللي يخليك تتفوق على إسرائيل. هتقولي يا عم ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وانت راجل لواء؟ هقولك يا عم خلاص لو مش قابله مني اسمعه من اللواء سمير فرج وهو بيكلمك عن المعونة الأمريكية مشروطة بإيه وإيه شروطها. يلا بينا. أمريكا أولاً بعد ما السادات عمل اتفاقية السلام مع بيجن وكارتر إدت مصر مليار و3 من 10 دولار معونة عسكرية بناخدها كل سنة، بتتجدد كل سنة، مفيش دولار بيخش عندنا لأن أيام 25 يناير الضباط وبياخدوا معمول عمول إيه، مفيش دولار بيخش عندنا. أنا قعدت 7 سنين كنا بنطلع كل سنة نطلع نحكي التعاون الموقف الوقت المصري الوقت الأمريكي كده آخر الترابيزة مندوب وزارة الخزانة هنشتري 100 دبابة أي رقم 300 مليون دولار موافقين آخر الترابيزة بقى مندوب وزارة الخزانة هيسقط من 1.3 مليون ل 300 وهكذا. ممنوع إن احنا نشتري حاجة من بره أمريكا، مفيش مليون بيجي لنا هنا مصر كله بضاعة أمريكية. جت في وقت من الأوقات قال لك مثلا انت خدت كده بمليار الباقي تاخد نون ميليتري اكويبمنت معدات غير عسكريه لان كده هتتفوق على اسرائيل وش كده. فايام مثلا ابو بزاره بدا يجيب عربيات اوتوبيسات بتاعت المدارس السفر بتاعت زمان جت من شركه طلبه اوتوبيسات مدارس جنانيه. فبدينا نخش في المستشفيات، مستشفى اسوان معموله من المعونه الامريكيه، مستشفى الطوب من المعونه الامريكيه، المستشفى اللي على طريق الحريه المعونه معموله من المعونه. كل دي بدينا ناخد.